صباح الخير. صباح الخير لك غادة، صباح الخير أيضا لكل المشاهدين اللي عم بتابعونا وين ما كان بلبنان والعالم. حلقتنا اليوم كتير منوعة. صحيح، يعني دايما نشاطات جديدة ومتنوعة عم بتصير بلبنان بكل المناطق اللبنانية وأكيد ببيروت. فإذا أنا بس بدي أدعي كل المشاهدين إذا عندكم أي مناسبة أو نشاط بتحبوا تدعونا عليها، فيكم تتواصلوا معنا على agenda@future.com.lb، واكيد نحن بنكون موجودين وراح نكون موجودين معكم لنقوم ببعض المقابلات ونصور ونشوف نضوي يعني نسلط الضوء اكثر على الامور اللي عم بتصير. صحيح. خلينا نبدا اليوم مع اجندا، وبدايه راح نكون مع مسرحيه للفنان سامي خياط كان صارت مؤخرا تحت عنوان اوباليسا. راح ننتقل ونشوف بعض المشاهد، مشاهد المسرحيه واكيد مقابله مع سامي خياط. ننتقل بعد شوي أوكي. لنتابع هالمسرحية. طبعا في دايما كتير سامي خياط يعني كل سنة بيبقى عنده هيك أو سنتين عنده هالتجدد بالمسرحيات. مزبوط، وكتير مهضوم، وهو شخصية كتير مهضومة وقريبة للقلب. أنا بدي أوجه له تحية كتير كبيرة، وعن جد يعني بعد كل هالفترة وهو تاريخ يعني بالمسرح، فإذا بنوجه له تحية ورح ننتقل هلأ نشوف بعض المشاهد من المسرحية. المسرحية سميتها هوباليسا. هوباليسا هي بيقولوا لأولاد صغار وقت بده يشقلون أو يخلون ينطوا يلا هوباليسا هوبالا، وقت بيقولون هوبالا. ونحن هون عنا هلأ عهد جديد وبدنا ننهض بلبنان، ونحن البلد الوحيد يلي منه مقسوم، البلد الوحيد يلي رايق بكل هالمنطقة. يلا بدنا ننط، بس قبل ما ننط بدنا نخلص من الأشياء الصغيرة يلي عم تضايقنا، الزبالة، الفساد إلى آخره. كمان هودي هوباليسا لبرا وهوباليسا إلى الأمام. هيدا فحوى المسرحية. أنا بكون بتاع كله، أنا بنطنط من واحد لواحد وبعمل توأمة مع كل بلدان العالم، لأنه كل بلدان العالم جايين على لبنان تحت يستفيدوا من خبراته، إنه كيف هالبلد هذا بعده رايق، كيف بعده مش مقسوم، منه منقسم ولا شيء، وبعده موحد وماشي حاله مع كل المشاكل الموجودة بالمنطقة. لبنان تغير حيث اختصاصه، صحبه من عسل بيضلوا يتحسوا، يا ابني بيعطري بيقولوا له ما خاصه، ولك أوشي أوشي فتحنا الراس، ولك أوشي أوشي نرتنا أقوى الناس. اسمعوا الجو اللي بيعطيه سامي. صحيح، عن جد ما بيشبه حدا ثاني ابدا، كثير مهضوم، شخصية عن جد رائعة، بنوجه له تحية كمان مرة. رح نتابع مع اجندا، ولكن هالمرة مشاهدينا مع حفل غدا كان صار كمان مؤخرا بمناسبة عيد الأم، وأكيد كان شهر حافل بالمناسبات والاحتفالات بهالمناسبة إن كان يوم المرأة أو عيد الأم. فإذا رندا مخول بوجه لها كمان تحية، كانت دعت بعض السيدات وكرمت بعض الشخصيات من خلال هيدا الغداء يلي صار بمطعم دنيا بالبيروت. ننتقل ونشوف بعض المشاهد. الغداء السنوي تبعولي اللي بعمله كل سنه هو ردا وشكر للسيدات يلي بتعامل معهم، والسنه كان مميز بحضور الصديقه سليمى يموت يلي عن طريق ابنها ونجاح ابنها حبينا نقول لها مبروك واهلا وسهلا. انا بهنيها لانه شركه رندا لتنظيم المعارض كمان السنه بتاخذ برومي بري،
هي ست معروفة بالمجال تنظيم الحفلات، وهيدي من سلسلة الحفلات اللي عم تعملها الناجحة. وجود الستات كمستوى وكجمال وكرقي وكتنظيم وكلابوراتوار يلي قدم لنا كريمات اون جريم، هي ما قال عين شكرت، والشوكولا اللي حطت لنا اياه ولادها، يعني بتحس ايفينمون كثير مزوق كثير راقي. وشكرا لها وشكرا للمستقبل. كتير مبسوطين نكون مجتمعين هون حول ست رندا بهالغدا اللذيذ وكل هالنسوان المهضومة، وهي دايما هيك مثل بيقولوا مناسبة حلوة انه نحتفل مع بعضنا، كان عيد الحب اللي قطع وعيد الام اللي جاية، وحلو شوف هيك هالفرح وهالنسوان مبسوطين. أنا عم بحكيكن عبر الشاشة، بس كنت بتمنى تكونوا معنا بهالجمعة الحلوة، يعني نخبة من الستات الحلوين، ستات المجتمع اللبناني، وكمان البعض منهم فنانين. يا ريت إن شاء الله كل أيامنا هيك جمعة حلوة، ونملي أيامنا بالفرح والسلام يا رب. ودايما منقول يعني دايما الأم هي كل شيء بالحياة، مشان هيك كانت المناسبات أو النشاطات يلي صارت والحفلات لها المناسبة كانت كتير كتير كبيرة. رح نتابع ولكن هالمرة مع حفل جمعية بربرا نصار يلي كمان صار مؤخرا بحبتور هيلتون حبتور، وكمان كان في لنا بعض اللقاءات، وأكيد رح نشوف سوا الأجواء كيف كانت. نحن أخذنا قرار رح يكون في عنا عشاء خيري سنوي، هو لدعم مرضى السرطان، هذا الهدف الأساسي. وبنفس الوقت تنضلنا شاهدين أنه بالفرحة نحن بنمسح الدمعة، ونركز دائما أنه الإنسان من مرضه يقدر يعطي أمل لغيره. وهالسنة مميزة لأنه عم نكرم كمان ثلاث أشخاص هن عاشوا المرض وعرفوا كيف يحاولوا ليعطوا أمل لغيرهم. أستاذ سعيد المروق يلي عمل حملة للتدخين، هدى شديد الإعلامية اللي كتبت ليس بالدواء وحده، يعني ركزت على الإيمان اللي بيساعدنا نقدر نتخطى مرضنا، والإعلامية ليليان اندراوس كمان يلي مش بس فكرت بحالة إنما من وراها وزارة الصحة صارت تغطي عملية ترميم الثدي لدى النساء. أنا هون حتى أقول إنه كل مريض سرطان قادر يتجاوز المرض، قادر يشفى، قادر يكمل حياته بشكل طبيعي، مش معناها إنه أعدم مجرد إنه سقط أو وقع بالمرض. أنا هون حتى أقول الحمد لله شفيت، شفائي لازم يكون رسالة حياة وأمل وفرح لكل إنسان مريض. وبربارة نصار يلي ظلت لآخر ثانية من حياتها عم بتناضل وتواجه وتكافح، بربرا نصار موجودة معنا بروحها حتى تقلنا الحياة بتستحق، وأنا مكملة معكم، وأنا هلأ أقوى من وقت كنت مريضة وبحالة المرض، حتى تواكب كل مريض سرطان وتقول له أنا معك، لازم تقطع الطريق، لازم كل يكون في حد منك ناس بيحبوك كتير حتى تتجاوز هالمرحلة الصعبة من حياتك بأقل قدر ممكن من الضرر.
يعني اول شيء بدي اشكرك واشكر محطتكم الكريمه. ثاني شغله طبعا هيدي جمعيه كلياتنا لازم نكون وراها. جمعيه عم تشتغل على مرضى السرطان وعم بتساعدهم بمطارح كثيره وبمعاناتهم حتى بوضعهم المادي. وانا بتكون حدا مكرم من خلال هيدي الجمعيه، طبعا شغله كثير بتسعدني وبتفرحني، ويعني بتمنى لك دائما النجاح والمثابره وكلنا معه. دايما منقول ومنوجه تحية وعن جد شكرا كتير كبيرة لكل الجمعيات يلي عم بتقوم بمساعدة الناس يلي عن جد بحاجة لمساعدة، خاصة ما يعنى بهيدا المرض، مرض السرطان. منقول دايما الله يبعدوا عنا جميعا وعنكم أكيد. رح نتابع ولكن هالمرة مع معرض الخط العربي يلي كان صار كمان مؤخرا بأسواق بيروت وتحديدا بسوق الذهب. معرض الخط العربي بنتقل نشوف بعض المشاهد كيف كانت الأجواء. معرض مقامات هو معرض من تنظيم جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية. معرض عن الأسلوب الثاني للخط العربي، في الأسلوب إذا قلنا الأسلوب الأول هو الخط الكلاسيكي المنضبط بالقواعد الكلاسيكية والقواعد المتوارثة عن الخطاطين الأوائل والواصل اللي عنا بصورته الجميلة والمتكاملة. الأسلوب الثاني وهو الأسلوب الحرفيات التشكيلية، هذا هو محور معرضنا مقامات. فعم نحكي على المقامات الموسيقية واختص فيها الصديق الفنان عقيل أحمد، وأنا عم بحكي على المقامات الإنسانية والوجدانية. مناقش بهاي المواضيع عدة محاور مثل مقام الصبا، مقام الحجاز، مقام بغداد، مقام بيروت، فمنوصل فكرة موسيقية وتناغم باللون الأبيض بفضاء اللوحة مع الموسيقى. بالمحور الثاني بلوحاتي بنحكي عن المقامات الإنسانية والوجدانية، واللي هي وقفات وكلمات معبرة لأدباء عرب وغربيين. أكيد معرض رائع. خط الأولاد بهاي الفترة بآخر كام سنة بالعربي، يعني عن جد ما تقعدي تفهمي شيء ولا تعرفي تقري شيء. فحلو نحن بحاجة لهيك معارض لأكيد نتعلم منها ونشوفها، وشغلة حلوة إنه الواحد دائما يكون في شيء جديد عم بيعرفه. طبعا هدول كانوا فقراتنا لليوم، على أمل تتابعونا مشاهدينا الأسبوع الجاي بنفس الوقت إن شاء الله من خلال عالم الصباح. وطبعا أجندة كل نهار تنين الساعة 9:30 بتوقيت بيروت تتعرفوا من خلاله على كل النشاطات يلي عم بتصير بلبنان والعالم. بدي اذكر كمان انه بكره رح يكون في عنا كمان مناسبه حلوه ونشاط كثير مهم لليبان بوست، رح يكون بالايوبي بالويست هول، وهو تكريم لعدد من السيدات الرائدات كل وحده بمجالها. اكيد بنوجه تحيه لكل المعنيين والداعمين لهيدا الموضوع، وعن جد حلو انه السيده بعد فتره من مجال معين عملها انها تكرم من قبل مؤسسه او شركه الى اخره. اكيد نحن بدي اودعكم هلا وبدي اقول لكم شوفكم عن قريب، وبدي اذكركم بالفيسبوك بيج هي اجندا اون فيوتشر تي في، والانستغرام زينه جامبي كلمه واحده. نحن بدنا نودعك، ميرسي لك زينه، يعطيكي الف عافيه. خليكم معنا مشاهدينا من بعد البريك، اكيد رح نتابع بعالمنا الصباحي لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت.